السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب كله بخير وبصحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة من الفيديوهات المفيدة جدا 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 واللي ناس كتير جدا طلبته مني، خصوصا في الفيديو السابق، وهو بفضل الله بيتحدث عن فايدة البسملة في زيادة الحكمة وزيادة الفطنة والذكاء. بفضل الله يا جماعة الفايدة بتاعت النهاردة من الفوائد القوية جدا 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 والمجربة واللي بجد هتجعلكم في ذهول. وانا عايز اقول لكم يا جماعة ان الفايدة دي انا واثق منها 1000000%، لان انا اللي مجربها، يعني انا ذات نفسي وانا طالب جربت الفايدة دي. دي باذن الله يا جماعة لكل شخص يريد ان يمن الله عليه بالذكاء، ولكل شخص يريد ان يمن الله عليه بالحكمة. فلو انت كنت طالب او انت كنت ولي امر طالب بيدرس يعني وعايزاه يبقى ذكي، عايزاه يمن الله عليه بالذكاء، يمن الله عليه بالنبوغ، يمن الله عليه بالفطنه، لان الذكاء والنبوغ ده من عند ربنا مش من عند العبد. فالفيديو بتاع النهارده يا جماعه لكل شخص ايضا يريد ان يكون عنده حكمه في تعامله مع الناس، يريد ان يكون عنده نوع من الحكمه اللي تخليه يتدبر امور حياته، اللي تخليه يعرف يتصرف في مواقف مختلفة. وانا عايز اقول لكم يا جماعة ان الفايدة بتاعت النهاردة من الفوائد القوية جدا جدا جدا، واللي بفضل الله النتائج بتحصل من اول 2 أو 3، لكن النتيجة النهائية بتحصل بعد اسبوع على طول يا جماعة. في ذكر الفايدة، بس قبل ما ابدا في ذكر الفايدة، يا ريت لو انت جديد معايا في القناة تشترك في القناة، ولو انت معانا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما نطولش عليكم نبدا على طول يا جماعة في ذكر الفائدة. في البداية يا جماعة هذه الفائدة زي ما قلت لكم هي بتتعمل، يعني انتوا هتشوفوا النتائج زي ما قلت لكم من اول 2 أو 3، لكن الحد الاقصى لعمل الفائدة من اسبوع، يعني بعد اسبوع على طول تبص بقى على النتيجة. طيب هنبدأ الفائدة يا جماعة واليوم المناسب للبدء في عمل هذه الفائدة. وعلى فكرة يجوز ان انت تعملها لنفسك، ويجوز ان انت تعملها لحد تاني، يعني يجوز ان انت تعملها لحد تاني وتدي له يشرب الماء، لان الايات دي هتقرأ على كوب ماء، يعني هي الآيات هتقرأ على كوب ماء، البسملة والفايدة هتقرأ على كوب ماء وهتشربها للشخص. فعشان كده يجوز ان انت تعملها لنفسك او يجوز ان انت تعملها لشخص تاني. هتبدأ يا جماعة في عمل الفايدة، واليوم المناسب في بدء الفائدة هو يوم الأربعاء فجرا، لازم يوم الأربع في وقت الفجر بعد صلاة الفجر. طب انا مش فاضي عبد الله بعد صلاة الفجر، ما بقومش بعد صلاة الفجر، خلاص يبقى بعد صلاة الصبح مثلا، يعني ايه اهم حاجة؟ قبل الظهر، اهم حاجة قبل الظهر. طب هعمل ايه يا عبد الله بقى يوم الاربعاء اللي هو صباحا فجرا؟ يعني هتبدا في يوم الاربعاء بفضل الله لازم تبقى طاهر الثياب والبدن، ده ضروري، لازم الشخص اللي يعمل الفايده دي يبقى طاهر الثياب وطاهر البدن. بعد ما تبقى طاهر الثياب وطاهر البدن بفضل الله، هتبدا وهتجيب كوبايه ميه، هتجيب كوب من الماء، وهتبدا في قراءه البسمله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. هتقرأها يا جماعة بالعدد بالملي، لازم يبقى معاك سبحة وعدد العدد بالظبط، العدد هنا مهم. هتقرأها بالعدد 786 مرة. يبقى تاني البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لحد ما تخلص ال 786 مرة وانت معاك كوباية المية. بعد ما تخلص ال 786 مرة هتنفس في المياه، يعني هتنفخ فيها كده. بعد ما تخلص 786، مش كل مره لا، بعد ما تخلص 786 مره هتنفس في ايه؟ هتنفس في المياه اللي هي الكوب الماء اللي معاك. بعد كده وانت ماسك الكوبايه وبعد ما تخلص وتنفس في المياه هتقول يا نور، طبعا كل تفاصيل الفايده مكتوبه في الوصف، هتقول يا نور يا نور 133 مره بالعدد. وبعد ما تخلص يا نور 133 مره هتنفس ايضا في المياه. بعد ما تنفس في المياه تشربها للشخص اللي انت عايز يمن الله عليه بالحكمة، او انت تشربها لو انت عاملها لنفسك، وتقرر العمل في اليوم التاني، يعني في اليوم التاني برضو تقرأها 786 مرة وكذا، وبرضو تشرب من كوب الماء، ولازم يخلص كوب الماء كله اللي مقرأ عليه. وكذلك في اليوم التالت والرابع والخامس والسادس بإذن الله، مش هينتهي اسبوع. دي من المجربات القاطعة مني شخصيا، انا مجربها شخصيا والله العظيم يا جماعة، اقسم بالله انا جربتها فعلا. يعدي الاسبوع بفضل الله يا جماعة الا وهتلاقوا الشخص ربنا من عليه بالفطنه، من عليه بالذكاء، من عليه بالحكمه. وزي ما قلت لكم هي ممكن نتيجه اساسا تظهر بعدها بيوم، بس زي ما قلت لكم الحد الاقصى بعدها باسبوع. فجربوا الفايده دي يا جماعه، وان شاء الله باذن الله انا واثق ان هي هتنفع معاكم. وبكده يكون الفيديو خلص يا جماعه، اسال الله ان يوفقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.